شبان يعني المستقبل USMBA كي كنت نشوف فيهم كبيرات نشوف في المستقبل صدر أنا المهمة الهم الكبير اللي يهمني هو من نصيب ولاد الفرقة من بلاد باش ما يديروا الناس باش ما يديروا الناس شونتاج كيما داروا هنا هذا الخطرة سي كيسمو ثلاث ايام ولا اربعه قبل اخر كيسمو اخر يوم مصيري بالنسبه للفريق الحمد لله كانت سكت جات في الدراهم بحار على والديهم ولكن المستقبل نتاع الفريق نتاع بلعباس هو في ولاده اولا في ولاده الشبان هذو اللي رانا نشوفوا فيهم ان شاء الله يكونوا تكون مبادره منهم وهما الشبان اللي كانوا هذا العام هما اللي سلكوا الفريق مع بلوديه الجزائر وهذاك الماتش كان حافز كبير بالنسبه للكاس وبالنسبة للماتيا في ونشكر وجستمون نشكر هذوك الشبان اللي كانوا رجال ودافعوا على 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 الفريق وكاين لا أنا نتمنى ولاد بلعباس يلتفوا وكانت الفرصة هذه كبيرة باش نعاودوا نرجعوا لأسامبيا سور لي راي وهذه هذه فرصة جاتنا كبيرة باش كاع ولاد البلاد يساهموا لخاطر علاش باش نقعدوا كيما هكا ويقعد الكلوب في هذا التسيير السيء اللي كان هذه مدة 10 سنين ولا 15 عام سيء لأنه ما كانش يعني صرامة في التسيير نظن هذه الفرصة ولانا شفنا كاع الولايه التفت حول الفريق والحضور نتاع المناصرين في الجزائر كان يعني فرصه كبيره ونظن رانا غادي نديروا واحد المبادره يعني نطلبوا لخاطر علاش يد واحده ما تصفق دولار الامكانيه تاعها محدوده ونجم تمد واش ما تنجمش تمد بزاف المراسلين صدر الناس اللي عندهم امكانيات قليل اللي يعني يساهم انا روحي ما نجم ندير والو الوغ غادي نديرو اكتتاب بس كاع ولاد البلاد يساهموا مهما كان مهما فونكسيونير ينجم يشارك وش هو بصح يكونوا رجال على راس نادي الانصار اللجنه تكون فيها رجال يعني اللي ما عندهمش طمع الخايب يكونوا يحبوا الكلوب ويبغوا الخير للكلوب درنا حساب كان 30,000 مناصر يساهم مليون شراه دروك ما كان والو صافي 30 مليار قلاب يكون عندنا كلوب لخاطر علاش راه عندنا نون سولمون
وإذا كانوا الإمكانيات هذو العام الجاي إن شاء الله بهالليكيب ونغيروا فيها عند كالكو بوست نجمو نروحو ندو الشامبيونا وعدنا ثاني لكوب دافريك ويكون فيها تجديد نتاع إداري امبارياج دو فوت انكور باش نغيرو الوضع خاطر الوضع كيما راه ما انا اكتوالمون مثلا في هادو 30 ميل كارت 10 ميل دينار انا ندي 1000 لونتربريز تاعي تساهم 1000 ومولا حانوت ينجم يساهم وكارتة واحدة مليون ما نجموش نلايمو 30 ميل ها سي تري بوسيبل يونيون ساكري واللي يحبوا الكلوب والله دي فونكسيونير ينجمو يساهموا فهمتني وكلوا تكون ان شاء الله فهمتني اي ابارتير دو لا والشيء اللي راه ديرها البلدية وديرها وديرها المينيستير وديرها الولاية يجي زيادة وش هو هذه 30,000 لازم تكون تاع المناصرين وتكون وتكون كيسموها ان بيجي دو موا ان كونت بانكار اون لون دو المناصرين وهما اللي يتحكموا في زمام الامور. بارك الله فيك.